أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله هذا المساء من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان تلبية لرغبة بعض الأخوان حول تصوير الملابس الرجالية. بعض الأخوان حقهم يقول لك يابا أنت بتصور بس الملابس النسائية، يعني ما تصور ان الملابس الرجالية احنا ما ان يعني نصيب من القناة. قلت له حقك والله يا اخي. هسه اخوان شوفوا هاي الملابس، هاي هنا القميص 999 يعني 100 ليرة. شوفوا شلون قمصان حلوة، طبعا كلش لطيفة حقيقة والله. 100 ليرة، الليرة ب80 دينار عراقي، الليرة تساوي 80 دينار عراقي. أخواني الأعزاء، الليرة تساوي 80 دينار عراقي. اليوم التصريف 100 دولار ب1820. ب1820. شوفوا هاي القمصان هنا كلش حلوة أيضا. أيضا هاي القمصان هنا كلش حلوة أيضا. هماكن القمصان أيضا هنا كلش لطيفة، يعني كلش حلوة. كلش حلوة هاي القمصان أيضا هنا. هاي شوفوا أخوان هاي القمصان، هاي التيشيرتات، ملابس كلش حلوة ورخيصة وأنيقة. شوفوها ملابس حقيقة كلش حلوة، يعني أسود أبيض أصفر أشكال تيشيرتات هنا ذني بديات أيضا كلش حلوة. يعني هاي القمصان هنا هاي. هذا طبعا اخوان الجناح رجالي، جيت بهذا الوقت ليش؟ حتى ماكو احد، يعني نساء ماكو البي، جيت هسه حتى شنو ماكو احد اقدر اسجل براحتي، يعني ماكو اسجل براحتي اقدر. انسان كلش حلوة طبعا، وبناطير. هذا البنطلون 249 و99، يعني 250 ليرة. هذا هاي الأحزمة أيضا، ملابس كلش حلوة طبعا ومرتبة، كلش حلوة ومرتبة. هاي البناطير هنا، هاي القمصان هنا أيضا كلش حلوة طبعا. هاي 219 و99، يعني 220. ملابس كلش حلوة أخوان. هاي الأحزمة هنا أيضا جدا جلد، هذه كلش ممتازة. هاي القمصان هنا، يعني حقيقة ملابس كلش رائعة أخواننا الأعزاء. قبل كم يوم سألتني أحد الأخوات، أحد الأخوات وأيضا أحد الأخوان أيضا هم سألني حول أرمينيا. سألت لكم أخوان، أرمينيا من سامسون طيارة، من سامسون تأخذكم وتنزل باسطنبول ترانسيت ساعة أو ساعتين ب6000 ليرة، يعني 6000 ليرة تساوي 3.5 أوراق. من سامسون لاسطنبول، ومن اسطنبول تنزلون ساعة ساعتين الطيارة، تركبون الطيارة أخرى وتوديكم الأرمينيا. أرمينيا طبعا الفيزا بيها، أرمينيا الفيزا بيها من المطار تعطيكم 20 دولار، 20 دولار من أرمينيا هناك. وأيضا أكو لجوء، أكو مكتب مال الأمم المتحدة، أكو لجوء أيضا. وبعد شنو، والراتب هناك ممكن تستلمون أيضا الراتب من هناك من أرمينيا. هاي بالنسبة أخواني، ما أريد أطول عليكم حتى ما يصير التصوير طويل، الفيلم أو الموضوع جدا طويل، وأنتوا أغلبكم ما يرتاح إذا التسجيل طويل، لأن يريد يرتاح يشوفون غير موضوع. أيضا بناتنا عندهن شغل أيضا. هسه نقولكم يسعد مساكم، مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. اكتبوا آراءكم أخواني واقتراحاتكم، واشتركوا بقناتنا وفعلوا جرس الاشتراك، ونقولكم مليون مع السلامة. احنا نقولكم مع السلامة
ونرد نطلع أشياء حقيقة حلوة، يعني أقول لازم أراويها الأخوان. هذا 79 و900، يعني ب80 ليرة هذا الشورت، كلش حلو هذا الشورت. ومع السلامة أخوان.